يلا يا احمد يا تامر كمل الآيات أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام" وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم الله يفتح عليك يا احمد ما شاء الله قراءتك جميله